هذا سائل يقول: هل من قال إن من لم يعلم من لم يعمل بجوارحه أي عمل من الأعمال الصالحة فإن عنده إيمان ينجو به ويدخل في الشفاعة؟ لا، الذي لا يعمل وهو قادر على العمل هذا ليس بمؤمن. من ترك العمل وهو قادر عليه، الصلاة المفروضة والواجبات وترك المحرمات، من لم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم.